أنا صاحب السمو الملكي أمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، لحضور الحفل السنوي الثالث لتكريم المتقاعدين الذي أقيم تحت رعاية سموه بتنظيم من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الحكمة للمتقاعدين. هي بادرة وفاء وتقدير خصصت لأهل العطاء من المتقاعدين الذين همت أيديهم بإنتاجية لم تهدأ ووتيرة عمل رافقها التفاني والإخلاص طيلة فترة عملهم في المجالات المختلفة من القطاعين العام والخاص، الذين لعبوا دورا رئيسيا في بناء البحرين وتطورها. 150 متقاعدا ومتقاعدة شملهم التكريم المستحق في الحفل السنوي الثالث لتكريم المتقاعدين. اليوم يتشرف المتقاعدين والمتقاعدات من القطاع العام والقطاع الخاص بحفل التكريم السنوي الثالث الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان. الحقيقة هذا الاحتفال السنوي الكل يترقب موعده والكل يتمنى أن يكون ضمن القائمة المكرمة. هيئة التأمين الاجتماعي وجمعية الحكمة المتقاعدين أخذوا على عاتقهم منذ فترة سنوات وهم ينسقون ويخططون لإقامة مثل هذا الاحتفال الذي يعتبر هو يوم المتقاعد البحريني. الهيئة تتشرف بتكريم المتقاعدين الناس اللي خدموا البلد في هذا العرس اللي نتمنى انه هو يستمر سنة بعد سنة ويكون اقل من الواجب اللي احنا نقدر نقدمه حق ابائنا وامهاتنا اللي خدموا البلد سواء في القطاع العام او القطاع الخاص وكذلك في القطاع العسكري. هذا التكريم كان قد بلغ أثره الإيجابي ليلامس أفئدة من كانوا السند الحقيقي الذي وقف مرارا وتكرارا خلف سير العملية التنموية لتستمر نحو إمضاء أمثلة لتحقيق أهدافها. أشكر رئيس الوزراء على هذا التقدير والتكريم، صراحة فرحونا، مجرد تصرفيني حسيت بفرح وحسيت إنه حسيت قيمة الخدمة اللي خدمتها الفترة طويلة، خدمت بلادي وهاي التكريم وايد أسعدني. التقينا بوجوه غابت عنا قد يعني من فترة طويلة، فهذا الحفل طبعا جمعنا مع هؤلاء المجموعة. كنت في إدارة الجمارك والموانئ لمدة 43 سنة وبعدين طلعنا التقاعد الحمد لله. ايه يعني الحمد لله حصلنا حقوقنا وحصلنا ذي حصلنا رعاية طيبة من لدن حكومة جلالة الملك ورئيس الوزراء الموقر وولي العهد الأمين والحمد لله. واحنا الحين بعد اليوم في هالمناسبة السعيدة اللي احنا فيها يعني نشكر سمو رئيس الوزراء. حفل سنوي تكلل بكل معايير الشكر والاهتمام ليشار فيه إلى من أمضوا في العمل بشعلة من الجد والنشاط وبطاقات نبيلة قدمت من أجل الوطن. يوم المتقاعد البحريني يوم تستذكر فيه مملكة البحرين لتلك الجهود العظيمة التي بوذلت من قبل أشخاص لم يبخلوا بتقديمها من أجل البناء والمساهمة في نهضة الوطن. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.